بعد ما ظهر مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19 وبدأ ينتشر في كل دول العالم ويحصد أرواح الآلاف، دخل الجميع في سباق تاريخي مع الزمن للبحث عن لقاح ضده. وحاليا في ما يقرب من 136 مختبر سواء في شركات أو جامعات أو مؤسسات على مستوى العالم بيتنافسوا مع بعض لإنتاج لقاح للفيروس المسبب للمرض ده. الكل بيسابق الزمن عشان يطور لقاح في قلب الجائحة، وعلى رأس الدول اللي بتقوم حاليا بتطوير أكبر عدد من لقاحات فيروس كورونا المستجد الولايات المتحدة بعدد 55 لقاح، الصين ب15 لقاح، وكل من كندا والمملكة المتحدة ب9 لقاحات. كل ده عشان شريط وحيد من المادة الوراثية الـ RNA. هذا الشيء اللي أصاب أكتر من 7.5 مليون إنسان وتسبب في وفاة أكتر من 420 ألف لغاية النهاردة. هذا الشيء هو SARS-CoV-2 أو فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض COVID-19 اللي بينتمي لعائلة من الفيروسات بتسمى الفيروسات التاجية أو كورونا فيروس، واللي تم تسميتها بالاسم ده بسبب النتوءات اللي بتغطي صحها الخارجي وتمنحها الشكل التاجي المميز. تركيبه ببساطة عبارة عن شريط من الـ RNA محاط بطبقة من البروتين أو بروتين شيل موجود داخل غلاف أو انفلوب عليه نتوءات أو أشواك من البروتين بتسمى Spike Proteins أو S Proteins. بتتشابه اللقاحات اللي بيتم تطويرها حاليا في ان معظمها الهدف منه تدريب جهاز المناعة على استهداف جزء محدد من الفيروس، وهو ما يسمى بالسبايك بروتينز او الاس بروتينز. السبايك بروتينز دي عبارة عن النتوءات الشوكية من البروتين بتغطي سطح الفيروس واللي بتساعده على غزو الخلايا البشرية. تقدر تقول ان دي المفتاح اللي بيفتح للفيروس عشان يدخل للخلية، وقتها يقدر يسيطر على اليات الخلية ويسخرها لعمل نسخ تانية كتير منه. وبدون الاس بروتينز بيفقد الفيروس خطورته لانه مش هيقدر يغزو الخلايا البشريه. فاللقاح الناجح هو اللي يقدر يعلم جهاز المناعه في الجسم ان ينتج اجسام مضاده للفيروس ترتبط بالبروتين ده بدرجه عاليه، وتوقف قدره الفيروس على غزو الخلايا وانتاج المزيد من الفيروسات والتسبب في المرض. لكن بتختلف انواع اللقاحات حسب الطريقه اللي هيتبعها كل لقاح عشان يحقق الهدف ده. في طريقتين لتطوير اللقاحات، اما باستخدام الطريقه التقليديه اللي هي التراديشنال واللي فيها بيستخدم شكل معدل من الفيروس او جزء منه، والطريقه دي استابليشت ومتعارف عليها ولكنها بطيئه نسبيا، او باستخدام طريقه احدث وهي الجينيتك اللي فيها بيتم استخدام جينات الفيروس او البلو برينت اوف فايروسز جينز، ودي اسرع ولكن مشكلتها ان بعضها لم يستخدم طبيا من قبل. نبدا بالتراديشنال ابروتشز، ودي بتعتمد على يا اما استخدم فاكسين يحتوي على الفيروس كامل هول فيروس لكن على شكل ان اكتيفيتد معطل او ميت بيتم تعطيله عن طريق الحراره او باستخدام الكيميكالز، وده مثال عليه اللقاحات الصينية سينوفاك وسينوفار. يا إما بستخدم فاكسين يحتوي برضو على الفيروس كامل ولكن في شكل حي بس ضعيف أو live attenuated، بحيث يكون الفيروس في الحالة دي مش قادر إنه يسبب المرض لكنه لسه قادر على تنشيط الجهاز المناعي للجسم عشان يصنع الأجسام المضادة ويفعل بقية آليات الدفاع. والنوع ده بيكون فعال أكتر من النوع اللي فات لكنه ما ينفعش يتاخد في حالة أصحاب المناعة الضعيفة أو الأميونو كومبرومايز. ومثال عليه لقاح كوداجينكس الهندي. النوعين اللي بعد كده بنسميهم protein based vaccines، وهنا الفاكسين بيحتوي على جسيمات شبيهه بالفيروس او فيروس لايك بارتكلز بتحتوي على اجزاء من بروتينات الفيروس. وبالرغم من قدره النوع ده من اللقاحات على انها تعرف الجهاز المناعي للجسم شكل الفيروس، الا انها ما تقدرش تسبب المرض لانها مش فيروسات فعليه. ومثال على النوع ده لقاح شركه ميديكاجو الكنديه اللي بتعتمد على النباتات في تصنيع البارتكلز دي. وبالمناسبه كلمه ميديكاجو ده الاسم اللاتيني بتاع البرسيم واللي سمت بيه الشركه نفسها لان ده اول نبات اشتغلوا عليه. او ممكن استخدم فاكسين بيحتوي على الفيرال سابيونتس، وده لقاح بيحتوي على السبايك بروتينز او اجزاء صغيره منها عشان اخلي الجهاز المناعي يركز ويتارجت على جزء محدد من الفيروس وهو السبايك بروتينز. والنوع ده هو اكثر انواع الفاكسينز من حيث اقبال الفرق البحثيه على استخدامه لتطوير لقاح ضد COVID-19 زي لقاح شركه نوفافاكس الامريكيه. نروح بعد كده للجينيتك فاكسينز واللي فيها الفاكسين بيحتوي على جزء من الشفره الوراثيه بتاع الفيروس. اول نوع هو الار ان اي فاكسين، وهنا الفاكسين بيحتوي على الـ mRNA أو الـ RNA الرسولي اللي فيه المعلومات الخاصة ببناء الـ spike proteins. بتستخدم الخلايا المعلومات دي عشان تصنع الـ spike proteins واللي بعدين بيكتشفها الجهاز المناعي فيكون أجسام مضادة ليها. مثال عليه لقاح شركة موديرنا الأمريكية ولقاح شركة بايونتك الألمانية. النوع الثاني هو الـ DNA vaccine، وفي النوع ده بدل ما يتم استخدام الـ mRNA مباشرة زي النوع اللي فات بيتم توصيل الشفرة الوراثية للفيروس في صورة DNA، وبعدين الخلايا هتستخدم الDNA عشان تنسخ منه الـ mRNA اللي هتستخدمه الخلايا عشان تصنع
تصنع السبايك بروتينز فتنشط الجهاز المناعي. ومثال على كده لقاح شركة انوفيو الامريكية. وبيتميز النوعين دول من اللقاحات بسرعة وسهولة تطويرهم، بس مشكلتهم انهم ما تمش اعتمادهم للاستخدام الطبي قبل كده. اخر نوع هو الفيرال فيكتور فاكسينز او لقاحات الناقل الفيروسي. هي لقاحات بتستخدم فيروسات تانية امنة عشان تنقل جينات فيروس كورونا المستجد الى خلايا جسم الانسان. بعض الفرق البحثية اضافت الجين الخاص بالسبايك بروتينز لفيروس اسمه الفيروس الغدي او الادينو فيروس، بحيث يدخل الفيروس الغدي ده لخلايا جسم الانسان وينقل المعلومات الجينية الخاصة بفيروس كورونا. مثال عليه لقاح جامعة اوكسفورد البريطانية، ولقاح شركة جونسون اند جونسون الامريكية، ولقاح معهد كانسينو الصيني. اول خطوة من خطوات تطوير الفاكسين هي عزل الفيروس وفصله وفك الشفرة الوراثية بتاعته. بعدها بيتم تصميم اللقاح ويدخل في عدة مراحل بيتم فيها اختباره لمعرفة مدى فعاليته وامانه. بيدخل اول حاجة في التجارب ما قبل السريرية او البري كلينيكال ترايلز، واللي فيها بيتم اختباره ان فيترو وان فيفو على انيمال مودلز لمعرفة هل هيسبب استجابة مناعية ولا لا. بعدها بيدخل في التجارب السريرية على البشر، ودي عبارة عن 3 مراحل. اول مرحلة فيز 1 او تجارب السلامة، بيتم اعطاء اللقاح لعدد صغير العشرات من الناس لاختبار السلامة والجرعة وللتأكد من انه يحفز الجهاز المناعي. ولو عدى المرحلة دي بيدخل في المرحلة الثانية فيز 2 او التجارب الموسعة، فيها بيتم اعطاء اللقاح لمئات الاشخاص اللي بتقسمه لمجموعات زي الاطفال وكبار السن لمعرفة ما اذا كان اللقاح هيشتغل فيهم بشكل مختلف. وبرضه بتختبر التجارب دي سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز جهاز المناعة. وبعدها بيدخل في فيز 3 أو تجارب الكفاءة أو الفاعلية، بيتم فيها إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص، وتقدر التجارب دي إنها تحدد ما إذا كان اللقاح هيحمي من الفيروس التاجي ولا لا. عدى المرحلة دي بيدخل في عدة إجراءات لاعتماده، وبعدها تبدأ عملية إنتاجه. من ضمن العدد الكبير من الفاكسينز اللي بيتم تطويرها حاليا في 10 كانديديت فاكسينز هم متصدري سباق لقاح كوفيد 19، وحاليا هم في مرحلة الكلينيكال إيفالويشن. واللقاحات دي هي 5 لقاحات صينية على رأسهم لقاح معهد كانسينو ولقاح شركة سينوفاك، 3 لقاحات أمريكية وعلى رأسهم لقاح شركة موديرنا، لقاح جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، ولقاح شركة بايونتيك الألمانية بالتعاون مع شركة فايزر. كل خطوة في تطوير اللقاح عادة بتاخد شهور إن لم يكن سنين. لك أن تتخيل مثلا أن لقاح الإيبولا اللي جهز في وقت قياسي كان جاهز بعد 5 سنين، لكن الكل بيأمل أنه يتم الانتهاء من إنتاج لقاح ضد فيروس الكورونا المستجد في وقت قياسي جديد بحلول العام القادم. لو فادك الفيديو ده ما تنساش تعمل شير عشان غيرك يستفيد. شكرا.